السلام عليكم عصابة الربح، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا اثبات سحب باكتر من 400 روبل من موقع كروميكس وايداع جديد 100 روبل في الموقع. نروح الموقع على طول. الموقع هو زي ما قلنا خطته الاستثمارية بتدي 200% بعد 67 ساعة، والارباح بتنزل لك كل 6 دقايق، والحد الادنى للسحب هو 5 روبل، والسحب من غير اي عمولة. نطلع كده الموقع، قلنا مسجل ازاي، بنكتب هنا اليوزر نيم بتاعنا والبريد، بعد كده الباسورد، بنأكد الباسورد. دلوقتي هنخش على حسابنا وهنحل الكباتشا، هندوس على دخول. ادي الحساب بتاعنا اهو معانا هنا في المدفوعات 434 روبل سحب، وكان الايداع بتاعنا 100 روبل. هنعمل ايداع جديد في الموقع، بندوس على ايداع من هنا، بتحدد الخطة اللي انت عايزها وتحدد المبلغ. مثلا انا هكتب هنا 100 روبل، زي ما قلت لكم محدش يودع اكتر من 100 روبل. هو 100 روبل الايداع بتاعك تم بخير. نسينا نحدد البنك، من بنك الباير. كل ما الايداع بتاعك ينتهي انت بتروح عامل ايداع تاني في الموقع، ما تخليش اكتر من ايداع مفتوح في الموقع دون. هنحدد هنا عملة الروبل وهندوس على كونفيرم، اهو هننزل كده هندوس على اخر كونفيرم. كده الايداع بتاعنا اتعمل في الموقع. لو عملنا كده ريفريش ونزلنا هنلاقي ان الايداع بتاعنا اهو بمية روبل تم بنجاح. لو عايز تشوف الايداعات بتاعتك بتدوس على كلمة الودايع من هنا، هتلاقي الايداع هو الاولاني خلاص تم والتاني اكتف. لو دوسنا على كلمة انتاج هنا عشان يفتح لنا خانة السحب، بتبدأ تسحب من اول 5 روبل في الموقع. وهنا الاحالات وهنا الاعدادات بتضيف فيها المحافظ بتاعتك، المحافظ اللي انت عايز تسحب عليها. بس كده، ده كان شرحنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.